أنا هقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود عند القاضي عياض وغيره. أما بعد فيقول واصفه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. أبيض اللون أسود الشعر عظيم اللحية شديد الهيبة معتدل العنق في صفاء الفضة النقية ووجهه كأنه البدر ليلة التمام قمري الجميل مشربا بالحمرة وجناته مروية يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية ويرى من خلفه كما يرى من في الأمام كوكبي الأنف خاتم الفم سلسبيل الريق كوكبي الأنف خاتم الفم سلسبيل الريق إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤية مفلج الأسنان بطنه على تقوى الله ومعارفه مطوية سليم الصدر ممتلئا بالآيات والأحكام وإذا نامت عيناه قلبه الشريف كم ذا